بسم الله الرحمن الرحيم. ولا استعانة إلا به، والحمد لله رب العالمين، ولا استزازة إلا منه. وبعد، يجب أن نفهم أن خلافا وقع بين العلماء، البدة كيف بني ومتى وأين. فبعض العلماء يرى أنه عند إبراهيم، وبعضهم يرى يقول لا من آدم، وبعضهم يقول لك قبل إيه. إحنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد أي رأي. الذين استدلوا قالوا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نقول له يا أخي، ما هو الرفع أولا؟ الرفع الصعود والإعلاء. الصعود والإعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء، الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض، لا ما دام له طول والعرض ما يبقاش له حجم لسه، ولذلك نسميه مساحة. نسميه ايه؟ فإن أردت أن تجعله محجما يعني له حجم، يبقى اعمل له ارتفاع. إذن وإذ يرفع إبراهيم، يبقى معناه إن فيه ايه؟ قواعد موجودة، ولم يطلب من إبراهيم إلا أنه يعمل البعد. إنه أكن قبل إبراهيم كان البعدان موجودة، يبقى المساحة موجودة. يبقى عملية إبراهيم رفع القواعد، فكأن قواعده انطمست بالسيل أو عوامل التعرية أو امتدادات الزمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أنه إيه؟ النظر. وإحنا قلنا سابقا أنكم إياكم أن تتصوروا أن البناء ده هو البيت، الكعبة دي حجر ده، لا، الكعبة دي المكين الذي في مكان البيت. يعني لو شلنا الحجر دي برضو هيفضل فيه ايه؟ فيه بيت. يبقى ده اسمه ايه؟ المكين، يعني الذي يشغل الايه؟ المكان. البيت مكان. طيب، يبقى اذا الذين قالوا انه ابراهيم، نرد عليهم نقول لهم لا، المر الذي قاله الله ان ابراهيم يرفعه، ومعنى يرفع القواعد من البيت كأن قواعد البيت كانت معلومة، وإبراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم، يعني يعمل لها حجم، يعمل مكين في قلب الايه؟ في قلب المكان. على بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ إلى الجو. طب هب أن إنسانا عمل حفرة كده كده في جدر الكعبة ويصلي برضو إلى جدر الإيه؟ الكعبة. يبقى إذن المكان غير غير المكين، المكان غير المكين. غير المكين. كده كويس. طيب، يبقى إذن إبراهيم مش نقول له كمان دليل في القرآن. الدليل الآخر أن إبراهيم حينما لم تطق غيرته سارة أن توجد هاجر ومعها ابنها إسماعيل وهي ملهاش ابن، قالت له إيه؟ سافر، خدوا بعيدوا عنا دي، خدوا غيرة طبيعية. ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين؟ إلى بيت إبراهيم، إلى الكعبة دي. فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع، ساعتها ذهبت إلى ابنها الرضيع، الآية اللي معانا بيقول وإذ يرفع مين؟ إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. يبقى من الذي اشترك معه في إسماعيل؟ يبقى إذا كان إسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع، مش كده؟ طيب، ساعتها أخذه وهو فطيم على كتف أمه. نشوف كده بيقول إيه؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، كأن ساعة الإسكان كان في بيت، بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجودة، وموجودة وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع. ورفع القواعد من مساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم. يبقى إذن ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين؟ عند البيت المحرم. إنما تحديد مكانه بالضبط
ما كانش. فجهت المرحلة الثانية، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأن المكان معلوم بعمومه، معلوم. لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان ايام ما كان موجود فيه مثلا الاحتلال، وبعدين تيجي تشير على الحته اللي نجد تقول هو قصر النيل كان ايه، كان هنا، انما ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه المكان بالظبط. فكأن هناك معرفه لمكان المكين في الجمله ومعرفه لمكانه بالتفصيل. نقول مثلا الحته الفلانيه يقول لك ارفعها لي، يعني ايه ارسمها لي واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لإبراهيم، فالعندية كانت موجودة عند الإسكان خلاص. وقبل أن يأمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع القواعد بوأ لهم مكان الإيه؟ مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يبقى فيه مكان وفيه بيت ولا لأ؟ يبقى أدي المكان والبيت هو المكان، المكان والبيت هو ده المكان. يبقى العملية في المكان، العملية، لكن المكان كان ايه موجود بوصف انه ايه. وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم، وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ قال لك لان آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى. فلما يقول إن أول بيت وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان، للمكين. إن أول بيت وضع للناس، اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت. يبقى البيت عرفناه انه هو ايه؟ المكين. يبقى اول مكين كان علامه على البيئه. ده وضع للناس للذي ببكه. وضع للناس، نعم. من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، مش كده؟ طيب لماذا تقول إن البيت هيبقى من أيام إبراهيم؟ أليس الناس الذين كانوا قبل إبراهيم ناس؟ الله، يبقى لازم موضوع له ربهم له بيت عندهم ولا لا؟ إن أول بيت وضع للناس، فكأنك يجب أن تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس، ليس ناس أولى من ناس، ليكون لربهم بيت يسوبون إليه. والذين سبقوا إبراهيم ليس لربهم بيت يسوبون إليه، ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. إذن فوضع البيت للناس يؤكد أنه وجد حينما وجد ناس، والناس من أول آدم. ومعنى وضع للناس، ساعة ما تقول وضع للناس، الناس موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. الناس ايه؟ موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. ولذلك قال وضع. وضع مين؟ يبقى قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه؟ بيت. وما دام وضع يبقى واضعه من؟ نقول ما فيش بقى قبل آدم إلا أن الملائكة، والملائكة وضعته بمين؟ بالله. فستقول إلى مين؟ إلى الله سبحانه. يبقى إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وحين الإسكان كان إسماعيل صغيرا لا قدرة له على المعاونة في إيه؟ في رفع البناء. يبقى إذن لازم ده يكون من قبل مين؟ من قبل إبراهيم. يبقى إذن علشان نعرف قصة البيت، يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة، خلاص، وخلق الأرض وقدر فيها أقواته وعمل كده، وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسوبون فيه إلى إيه؟ إلى ربهم، ليكونوا أي في أمان وغيره. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.